ازيك يا فؤادي؟ ازيك يا مدام جيهان؟ انا هستناك في العربيه يا فؤاد. بتعمل ايه يا حسام؟ تسمح لي اقعد؟ لا ما اسمحش. طب تسمح لي اوضح لك؟ احنا هنا مش في المحكمه عشان توضح لي حاجه. طب يا فؤاد بيه، بحكم العشره اللي بيننا والعيش والملح، انا واقع في عرضك ومحتاج شغل. اي شغل؟ امسك لك الامن، كاشير، حسابات. حسابات؟ عاوزني اسلم القط ومفتاح القرار؟ اسف يا حسام، احنا هنا مكان محترم وبيجي لنا زباين محترمين. قصد حضرتك ايه؟ انت فاهم قصدي كويس قوي. اتفضل، مع السلامه، ويا ريت تمسح نمرتي من عندك. حسام باشا، أنا آسف، أنا سمعت كلامكم غصب عني. ولا يهمك، ولا يهمك يا إبراهيم. مش ممكن أساعد حضرتك بأي حاجة؟ ممكن. أمورنا فين؟ ادعي لي يا إبراهيم، ادعي لي فرجها. ربنا معاك يا فندم. أصيل يا ابني. إبراهيم، روح شوفك لأي شغل. بعد إذنك. مش الشغل بس اللي رافضني يا ماما، الدنيا كلها رافضاني، كل الناس زي ما اكون جربه. اول ما ادخل حته الناس تتفرق من حوالي، اصحابي، معارفي. مستغرب ان الناس دي عارفاني ومعشراني، بس فجاه ولا كانهم يعرفوني ولا يعشروني. تخيلي النهارده رحت لواحد حبيبي، او يعني المفروض انه كان حبيبي، قلت اقصده في شغلانه كده تمشي الحال يعني. تخيلي يرد عليا يقول لي ايه؟ ايه اللي جابك؟ ويختم كلامه بايه؟ امسح نمرتي من على تليفونك وما تتكلمش هنا تاني ولا تعتب. والله ماما كنت باجي داخل عليه كان بيقوم يقف. معلش يا ابني، احنا بزمن العجايب، البلاوي ما بتجيش غير من اقرب القريبين لينا. الناس خلاص ما عادش عندها ثقه في حد. صالح يا ماما ان انا بقيت عالي على الدنيا، عالي على كل الناس، حتى عليك انت محمد وشام. مش هنضحك على بعض، صدقني ساعات ببص لنفسي في المرايه بحس اني عالة على نفسي. ما تقولش كده يا حسام، ما توجعش قلبي اكتر ما هو موجوع يا ابني. دي الحقيقة يا امي، دي الحقيقة. ده انا مقهور قهرة، والله يا ماما مقهور قهرة، صبر على نفسي قوي.